تلبيسي 29 5 رجال أمن تطلق النار على فان. أولاد في يوجد ضمنه أطفال وأولاد. سنتين ثلاث سنين فيه. يتراوح عمره بين السنتين والثلاث سنين، وهذه السيارة كذلك الأمر. أبو الدراجة قتلوه. انظروا يا عرب، انظروا يا اسلام، انظروا يا الدراجة النارية. احد المندسين في نظر الشبيحة، ولا نعلم ما مصير هذا الشخص. هؤلاء هم حماة الديار، بداخلهم الشبيحة، بداخل المدرعات والدبابات، املاك بيت الاسد، لانه ما نمص صباحا. التصوير صعب جدا بسبب القناصات المنتشرة على المرتفعات وأسطح البلدية. انظروا، واو يا عرب، هذه تلبيسي. مجلس مدينة تلبيسي 29/5 الأحد. هذه تلبيسي للعلم والنظر إلى هذه الدبابات. Thank you.